السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة القمة غدا بين النجم والأنصار، عشية الديربي، حنحكي عن هذه المباراة. شو بده جمهور النجمة من اللاعبين؟ ما هي الرسالة التي يوجهها الجماهير النجموية لفريق غدا؟ أيضا كيف حتكون مجريات المباراة؟ حنحكي كثيرا عن هذه المباراة فتابعونا. طبعا قبل ما نحلل ونحكي عن أرض الملعب ونحكي عن الرسالة اللي بده يوجهها جمهور النجمة للاعبيه غدا، حاب احكي شوي كيف كان يكون الديربي بالسنوات السابقة. طبعا مثل ما كنا بنعرف، المباريات كانت تلعب على ملعب المدينة الرياضية، كان ملعب مفتوح بساعة 55,000 متفرج، كان بعض المباريات تحضر 30 35 ربما حتى 40,000 للجماهير النجموية، عم بحكي خاصة وأيضا جمهور كبير لنادي الأنصار. فعليا ما كنا ننام قبل المباراة، كنا نحضر حالنا، نحضر أعلامنا، نحضر كنزاتنا، نحضر أصحابنا والجو اللي حيكون مرافقنا على هذه المباراة. كان نحضر قبل 3 ساعات من هذه المباراة، لأنه فعلا كنا بحاجة إنه نقعد بمحل مناسب لحتى نحضر المباراة بشكل جيد، وأيضا نكون حد الجمهور اللي دايما بيشجع. طبعا اللي عم بيكون اللي كان يحضر هذه المباراة على المدينة الرياضية وأيضا فيما سبق على ملعب بيروت البلدي بيعرف تماما عن شو عم نحكي. فالأجواء كانت فعلا رائعة، فعلا محظوظين اللي كانوا يحضروا مباراة النجم والأنصار بالملعب. والديربي بشكل عام والديربيات العالمية هي إلى طابع خاص، إلى حس خاص لدى الجماهير اللي خاصة بتحضر من قلب الملعب. ففعلا هذه الأيام يعني راحت من بين إيدينا، ونتمنى أنه تعود مع عودة الملاعب الجديدة. كنا نفرح كثيرا عندما تقترب مباراة النجم والأنصار، وفعليا مثل هذه الأوقات عشية المباراة قبل يوم واحد من المباراة، فعليا ما كنا ننام، لأنه فعلا كنا نحن متشوقين لنحضر هذه المباراة من أرض الملعب. من الزمن الجميل والماضي الجميل، خلينا نرجع إلى الحاضر لنحكي شوي عن أرض الملعب. المباريات مع يوسف الجوهري عم بتكون سهلة وسهلة جدا، كل مباراة تقريبا عم بيفوز فيها المدرب يوسف الجوهري برباعية، وأيضا سجل خماسية أمام النجمة في مرحلة الإياب الأخيرة. هل سوف تكون المباراة سهلة أمام يوسف الجوهري أمام النجمة؟ بالطبيعي إنه لا، لأنه كيف ما تكون نتائج الفريق الخصم بالديربي، كان عم نحكي عن النجمة أو عن الأنصار، كيف ما يكون الترتيب، دائما هذه المباراة إلها معطيات خاصة، إلها متعة خاصة، إلها تكتيكاتها الخاصة وجماهيرها الخاصة أيضا اللي بتكون خلف فريقها دائما في هذه الأوقات. الجمهور حيلعب دوره بأرض الملعب، الأعصاب حتلعب دورها أيضا، طبعا التكتيك والتحليل لدى المدرب أيضا حيلعب دوره. فمن الطبيعي أنه تكون مباراة النجم والأنصار غدا مختلفة كليا عن المباريات اللي خاضها يوسف الجوهري، وحتى عن المباراة الأخيرة اللي خاضها أيام باولو مانيساس لما كان عم بدرب النجمة مع دراجان ومع عباس عطوة ومع النجوم النجمويين. حتكون هذه المباراة مختلفة ومختلفة جدا. أما من الناحية النجموية، فالبعض بيعتقد أنه نادي النجمي عم بمر بأزمة كبيرة بأرض الملعب. من الطبيعي هذا الشيء عم يحصل نظرا لتغيير المدرب والنتائج السابقة اللي كان عم بيعانيها نادي النجمي، ولكن بعد مباراة العهد رأينا أنه نادي النجمي قادر أنه يقارع الكبار، قادر أنه يكون الكاستو هي بالعالي بأرض الملعب، وقادرين اللاعبين أنه يكونوا موجودين في أرض الملعب لحتى يحسنوا من حالهم ويحسنوا حال فريق بسباق الدوري. طبعا خليل بدر لن يلعب المباراة، طبعا خليل بدر من اللاعبين المهمين بأرض الملعب نجمويا، ولكن ربما تكون هذه المباراة للنجم القادم بقوة ربيع عطايا. أولى المباريات للنجم ربيع عطايا من كنزة النجم أمام الأنصار، فكيف سوف يكون هذا اللقاء؟ ربيع عطايا بحب المساحات، ملعب طرابلس أكبر فعليا من ملعب جونية، فربما سوف تكون مباراته لربيع عطايا. ايضا دفاعيا النجم صامد بقياده قاسم الزين وعلي السبع، حراسه ممتازه، قلب دفاع ممتاز، وايضا الفريق بشكل عام اكيد حيتطور مع دراكان ومع عباس عطوه، وخصوصا حنشوف هذا التطور، وانا على يقين انه نشوف هذا التطور بارض الملعب غدا. عاده ما بحب اتوقع هكذا مباريات ونتائج هكذا مباريات، ولكن اتوقع وعندي احساس انه الفوز نجماوي غدا. ليه؟ لانه الجميع يعتقد انه الفريق الانصار حتكون مباراته سهله، عم بيلعب بطرابلس بمكان بيحبه نادي الانصار،
وحتكون ربما جماهيره أكبر من جماهير النجم، ولكن حيكون العكس. صدقوني بكرة بتشوفوا هذا الشيء. فنادي الأنصار حيكون عنده ثقته بنفسه عالية، ولكن هو عم بيلعب قدام المارد النبيذي، المارد النجماوي اللي ممكن يبتلع الأنصاري بلقمة واحدة غدا بطرابلس. حنشوف هذه المباراة كيف حتكون نجماويا وعلى أرض الملعب، وطبعا حيكون لنا وقفة بعد هذه المباراة لنحل ونحكي كيف كان هذا اللقاء. بداية هذه الحلقة حابب أحكي شوية عن الجمهور ورسالة الجمهور وما يطلبه الجمهور من الفريق واللاعبين. طبعا بدعي كل الجماهير النجموية لتكون حاضرة في هذه المباراة، أيضا بدعي الجمهور الأنصاري الموجود بطرابلس أو اللي بده يطلع ببيروت أن يكون بكثافة أيضا في هذه المباراة حتى نشوف مباراة من الزمن الجميل. ولكن بما أنه أنا نجموي وأحب نادي النجمة، بتمنى من الجماهير النجموية اللي قادرة أنه تكون بكرة خلف فريق، لأنه فعليا بحاجة الفريق لهذه الجماهير الوفية لحتى تزين غدا ملعب طرابلس وتكون خلف فريقها. طبعا حسب ما سمعنا آخر الأخبار أن النادي النجمي حيجلس أو جمهور النجمي حيجلس حد المنصة، جمهور الأنصار حيكون مطرح ما مكتوب كلمة ملعب طرابلس البلدي أي بوجه المنصة، فهكذا سوف يكون تقسيم الجماهير. شو بيطلب الجمهور من الفريق؟ طبعا هذه المباراة إلى حيثياتها الخاصة وإلى وضع الخاص، لأنه سوف تأتي بعد الخماسية الثانية بتاريخ نادي النجمي من قبل نادي الأنصار وما حصل في مباراة الإياب السابقة. كنا نتذكر عندما هزم نادي النجمي من الأنصار بقيادة الحاج مالك وقيادة عباس حسن لنادي النجمي، خماسية كان صعبة، ولكن بعد المباراة أتى جمهور النجمي بكل قوة وطلب لاعبيه بالثأر، واللاعبين أوفوا بما طلبه الجمهور وأخذوا بثأرهم من نادي الأنصار. فاللاعبين غدا حيكونوا أمام مفترق طرق كبير وكبير جدا، لأنه هن مطالبين بالفوز حتى يأخذوا بالثأر، وأيضا مطالبين بالفوز حتى يكفوا بسياق أو بسباق الدوري نحو اللقب. غدا ما يطلبه الجمهور أنه من اللاعبين أنه يكونوا عم بيلعبوا للكنسة، يكونوا عم بيلعبوا لقدرة الفريق على الفوز غدا بالمباراة، لاسم نادي النجمة، لقيمة نادي النجمة، ولا الجمهور اللي حيكون، كان جمهور النجمة وطرابلس اللي حيكون موجود بالملعب، أو الجمهور اللي حيطلع من جنوب ومن الضاحية ومن بيروت على ملعب المباراة لحتى يشجع فريقهم. كنا نتمنى أنه يكون المباراة أو هذه المباراة تكون النهار الأحد، ولكن الاتحاد فشل كالعادة بإقامة هذه المباراة بجو يتناسب مع الجمهور ويقدر الجمهور أنه يكون موجود بالملعب لحتى يشجع فريقهم كان من النجمة أو من الأنصار. فبنتمنى من الجمهور النجمة ويتواجد بكثافة غدا، الجمهور يطلب من اللاعبين أن يلعبوا للكنزة، يلعبوا لروح الفانيلا النبيذية، ويقدروا أن يفوزوا غدا وبعد هذه المباراة لكل حادث حديث. كنت معكم أنا حسن صالحة، تابعوني دائما على فيسبوك وعلى يوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.